نور، محطتنا التالية رح نسلط فيها الضوء على عمل تطوعي ومجتمعي أكيد بطابع إنساني ومبادرة القلب ينبض، لتم استقبال فيها أكثر من 200 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظتي دمشق وريف دمشق للعلاج مجانا، بالإضافة لدورات وورشات عمل توعوية أكيد بكافة المتلازمات ضمن أنشطة جمعية ومشروع سبل التنموي. لنحكي أكثر عن هذا المشروع وهي المبادرة أكيد معنا عقاب نصر الحلبي، منسق أعمال المشروع. صباح الخير وكل عام وأنت بخير. صباح الخير، نعاد عليكم الصحة والسلامة. نعاد عليكم يا رب الخير والصحة. بالبداية خلينا نحكي عن مبادرة القلب ينبض، مع بداية الشهر بلشتوا فيها ويمكن إلى خصوصية لأنه مع ذوي الاحتياجات الخاصة، قديش اليوم عم نشوف فعلاً كثير من الجمعيات عم تعنى فيهم، دائما موجودين بكل الفعاليات والنشاطات والمناسبات. يسعد صباحكم، ان شاء الله كل عام وانتم بخير، يا رب تكون سنه خير قادمه على البلد ان شاء الله يا رب. مبادره القلب ينبض كانت طلب عليا، هي دائما شيء يعني شيء ملح التعامل مع ذوي الفئات الخاصه او ذوي الاعاقه بشكل عام، شيء كثير ملح نحن بحاجته دائما، لا يقتصر فقط على شهر 11 و12، شهر التوعيه بمتلازمه داون وشهر التوعيه بكافه الاعاقات او يوم العالمي لذوي الاعاقه. مو القصد فيه نحن بس نحتفل بهذا اليوم، ثاني يوم خلصت قلبت الساعه على 12 فانتهى كل شيء، نحن دائما بحاجه توعيه مستمره لهي الفئات لهي الاطفال لحتى نقدر نقدم. شهر ال 12 كان عندنا مبادره القلب ينبض، كانت مبادره واسعه حققت انتشار اكبر سواء على مستوى سبل او على مستوى الاهالي والتوعيه اللي نشرناها. ابتدأنا من شهر ال 11 بفعاليه سبل المحبه لاطفال متلازمه داون، واستمرينا بهيدا الشهر على جلسات علاجية من جلسات النطق والتنمية الفكرية وجلسات التكامل الحسي للأطفال من كافة الإعاقات، طبعا شملت ما يقارب 200 طفل. كان ختامها بتخريج 15 طفل احتفالا بميلاد ورأس السنة، إضافة لتخريج 15 طفل أتموا مرحلة العلاج دمجوا بمدارسهم، كانوا عبارة عن طفلين ADHD، طفلين صعوبات تعلم، طفلين تأخر دراسي، طفل طيف توحد، طفل تسمم معادن وطيف توحد، وطفل واطفال من اضطراب التواصل اضطرابات النطق بقيه الاطفال. هي الانجاز كان انجاز يعني ان احنا حكينا انه كنا قد، كان تحدي كبير وكنا قد التحدي. لما احنا بنشوف دموع امهاتهم، لما بنشوف فرحتهم، هن الاطفال اليوم طفل ما كان ينطق صار له سنه مثلا او صار له فتره كبيره ما بيحكي، كون عنده لغه خلال هي الجلسات العلاجيه، خلال فتره منيحه قدر على انه يتواصل، يكون علاقات، يتطور اجتماعيا. بنشوف هذا الانجاز شيء كثير كبير، فرحه لا توصف، ما فيني احكي لانه صدقا الكلمات ما بتقدر توصف هذا الشيء. اكيد يعني يعطيكم الف عافيه اول شيء، حلو هذا الانجاز والمستفيدين 200 طفل يعني ما له رقم هين. بس خلينا كمان نحكي عن الورشات التوعويه، يعني نحن بنعرف كثير يمكن اهالي ما عندهم فكره عن اضطرابات التواصل خاصه تشتت الانتباه، هي امراض العصر هلا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ايه مهم اليوم هي الورشات التوعويه وخاصه للاسر الاهالي حتى للكادر التطوعي اللي عم يشتغل معكم. هلا اكيد اذا بدنا نحكي عن كادر فنحن لازم يكون كادر اختصاصي مؤهل للتعامل مع هي الفئات، لكن اذا بدي احكي عن الام، اليوم في عندي منتشره المراكز اكيد لكن ما لنا الانتشار اللي نحن مثل المدارس الحكوميه او مدارس التربيه، لذلك بنلاحظ في ضعف في هي النقطة، بيجينا أطفال من مناطق كتير بعيدة اللي يعني حتى ممكن الأهل ليوصلوا على الشام بدهم ساعتين ثلاثة غير عناء الدخول والخروج و فاعتمدنا على فكرة ومبدأ أنه إحنا نوعي الأم كيف ممكن تشتغل مع طفلة وتصير تيجي عملنا جلسات مراجعة أو أنه وين وصلت بتحقيق الأهداف ونعطيها خطة عمل تمشي عليها حتى توعية طبعا بتشخيص ابنها بالأول أو إعاقة اللي عند ابنها أو الاضطراب اللي ابنها مصاب فيه أو طفلته. هون بنلاحظ نحن انه الام نوعا ما قدرت تنجز شيء، لكن ما فيني انا بعض الامهات ما يكونوا على تحصيل علمي، ما يكونوا ما عندهم خبره حياتيه، ما عندهم خبره بهيدا المجال، فنحن دورنا هون انه نوعيهم كيف يشتغلوا مع طفلهم، كيف يقدروا يحطوا الخطه المناسبه، كيف يقدروا يتدرجوا بالهدف، ما نعطي يعني خلص من الواحد للعشره مباشره او الحروف كلها بشكل في ترتيب معين، خاصه مع ذوي الفئات الخاصه نوعا ما القدرات العقليه بتكون اخف من الطفل الطبيعي مقارنه بغيره. فهي الفئه او هي المبادره كانت كثير فتحت مجال كثير كبير لتاهيل ما يقارب 25 ام اهلوا ليقدروا يشتغلوا، اضافه لكان في تاهيل 3 صبايا متطوعات بمنطقه الغوطه، هن بلشوا يستقبلوا ببيوتهم يعني فتحوا بيتهم ليستقبلوا هدول الاطفال يعالجوهم من خلال يعملون جلسات النطق، جلسات التنميه الفكريه، جلسات اللغه، نوعا ما صار
يعني لو ما كانت النتيجة الملموسة خلينا نقول هي ذاتها اللي بالمركز وبإشراف الاختصاصيين، لكن نحن ما فينا نقعد تماما، ما فينا نقعد وننتظر ليجي. يعني أنا اليوم ما بيهمني بصراحة شو تشخيص الطفل، بيهمني العملية الإسعافية اللي أنا ممكن أقوم فيها. هاي نقطة كتير مهمة، يمكن اليوم كتير من الأهالي عم يواجهوا صعوبات مع أطفالهم، أساسا ما عندنا هي الثقافة الكاملة بأنه أنا ممكن ورجي طفلي لمعالج أو روح على ورشة عمل أو جلسات معالجة. اليوم لما نحكي أنه حققتوا عدد منه بالقليل أطفال عندهم كان مشاكل واضطرابات اندماجهم يعني مع المدرسة مع عائلتهم مع البيئة، هذا إنجاز. يعني بما أنه نحن عم نودع بال2020 بال2021 ممكن دائرة العمل تتوسع، يعني لما يكون هذا الإنجاز فعلا له أثر كتير كبير إنساني واجتماعي على العيلة والمجتمع، ممكن نشوفكم السنة الجاي بمناطق أكبر بالمحافظات. يعني جميل لما نشوف يعني أحد الأشخاص متطوع المنطقة اللي ما فيها يفتح بيته ويعمل مركز صغير، هذا كمان شيء جديد اليوم عم نشوفه. نحن هلا هذا هو الهدف اللي عم نشتغل عليه. يعني لما بنقول نحن عن تأهيل ضمن مبادرة ماميتي أخصائيتي تأهيل الأمهات، ما هو الهدف؟ نحن بس نأهل الكوادر، نأهل فقط تمام. يعني لأنه عندي إذا بنحكي على الإعاقات منتشرة بشكل كتير كبير، بس ما عندي إحصائية واضحة عن إعاقات سواء سمعية أو حسية أو ذهنية أو بصرية. يعني الإعاقات منتشرة بشكل كتير كبير، يمكن تكون موجودة بكل عائلة خلينا صحيح. نقول بس في فينا هون نحكي في شيء اسمه اعتراف من الاهل، وفي شيء اسمه عدم اعتراف وتغطيه انه ما في شيء. كثير بتجينا نحن امهات انه طفلي عنده كذا عنده كذا عنده كذا، بس حاطينه بروضه، حاطين له شادو، حاطين له مرافق، تكاليف ماديه باهظه، ما في تقدم ولا 1% على مستوى الروضه، لانه الروضه هي تاهيل الطفل الطبيعي لمرحله المدرسه. اما المركز التخصصي هي مسؤوليته العلاج صحيح. ما بنحكي فيه العلاج الصحي او الطبي، انما العلاج النمائي، العلاج التواصل، هي كلها جلسات علاجيه بتاخذ وقت. لهيك في اهالي ما بيعترفوا بمشكلته، فهون بصراحه يعني عم نفاقم مشكله الطفل. اذا كانت المشكله خلينا نقول 10% بدل ما نكسب الوقت بنخسر تماما الوقت. وحتى نحن كل ما صار في تقدم بالعمر للطفل فنحن عم نخسر كثير وقت صحيح. لذلك دائما بنركز على مرحله التدخل المبكر يا جماعه قبل ال5 سنوات. الطفل لازم يتعالج، لازم يحقق نتائج، لازم 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 حتى يقدر يندمج بأقرانه بالمدرسة مباشرة وما يصير عندي تأخر ولا أي سنة على المدارس. نعم. طب في خطط للعام الجديد حابين تعملوها؟ يعني ما قدرتوا بسبب هذا العام كان في وباء مثلا، كان في ظروف معينة منعت أنه تحققوها، في شيء حابين بالعام الجديد إن شاء الله هيك يكون منيح يا رب ان شاء الله نامل ذلك. يعني اكيد نحن خطتنا القادمه حتكون متوسعه اكثر على محافظات ثانيه. من هلا عم نشبك بمحافظه دير الزور على الحاجه الكثير كبيره اللي بالمحافظه، ونسب الكثير كبيره اللي بتجينا على الشام. يعني نسب كثير كبيره بينزلوا يا حرام بس على الشام، بيقعدوا فتره معينه او بيتابعوا معنا، لعل انه يكون في محافظات اخرى اضافه لمحافظه السويداء حيكون في توسع بهذا الخصوص ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ورشات العمل التوعويه والعلاجيه مستمره فينا نقول؟ مستمرين اكيد. نحن طول العام ما ممكن نرد طفل، ما ممكن نرد طفل ابدا او ام. التواصل اي حدا حابب يتواصل عبر صفحتنا على الفيسبوك مشروع سبل التنموي موجوده كافه الارقام، استقبلوا كل الحالات واي حدا ممكن يتواصل اكيد كل الحالات، ولكن بعض الحالات اللي عمر كبير نحن عم نحولهم على مراكز مهنيه عم نتعامل مع كثير جمعيات، عم نتشبك مع كثير اماكن. يعني رغم المهم انه نحن ما نرد اي طفل او اي ام او اي مستفيد حابب يستفيد من خدمات الجمعيه، مباشره بيتم تحويله اذا مو عنا على اي مركز اخر حتى يكون اقرب عليه يستفيد يحقق النتائج المطلوبه والمرجوه. نعم. طب عقاب، يمكن الحفل الاخير بتخريج او تدريب او تاهيل 200 طفل وتخريج 15 منهم، قد ايه عمل لجمعيه سبل كمان انتشار، خاصه انه استهدفت يعني مجموعه من الاطفال اللي عندهم اعاقات يعني خلينا نقول، وتم علاجهم يعني تم التحسن بتخريجهم، قد ايه عملت لكم انتشار هي القصه كمان هذا النجاح؟ لا هي كثير بدي احكي عليها، انه كان في عندنا حضور لامهات الاطفال اللي نوعا ما مانن مآمنين بطفلهم او بقدرات طفلهم، فكان في عندي هون شيء اسمه تحفيز، انه انا صحيح ما كنت اشتغل يعطيكم العافيه تعبتوا، بس انا اشتغل السنه الجايه يكون ابني ضمن حفل التخريج. فهذا الانتشار كثير يعني حتما عطى انتشار كثير كبير، عطى تحدي كثير كبير لنا. فيني اقول لك حقق يعني المستوى الشخصي، نحن كاختصاصيين بالجمعيه عم نشتغل، نحن راضيين اليوم عن عملنا، راضيين عن هي الثمره يلي اضفناها بعد تعب سنه ونص مع التعامل مع هدول الاطفال او بعض الاطفال اللي اخذوا معنا جلسات. الجانب الانساني يعني قديش اثر فيكم انتم ككادر
كجمعية؟ يمكن اليوم بتلاقي ضمن الظروف الصعبة أي حدا بالبيت عم يحاول يساعد أي حدا بيعرفه، بس بما أنه أنتم شباب متطوعين على يمكن باسم الطفل وهو عم يستلم جائزته بالتخرج، دمعة أم مثل ما قلت ما كانت مآمنة بطفلة، ويمكن أنتم زرعتوا لها الأمل من أول وجديد، لأنه الأمهات عم يتعذبوا جدا بتربية أطفالهم السليم، فكيف إذا عنده مشكلة وأنا قدران أساسا تحتويه وما في مراكز يمكن منتشرة بشكل كتير كبير، هذا قديش بيعطيكم حافز يمكن وبيأثر إنسانيا خصوصا بما يتعلق بالأطفال اليوم؟ هلا هون المسؤولية عم تكبر، المسؤولية عم تزيد، نحن اليوم بحاجة انتشار أكبر، بحاجة دعم أكبر لحتى نحقق هيدا الانتشار، ما يكون بس على مستوى دمشق وريف دمشق، أكيد بحاجة لنطلع أكثر، بحاجة ما يعني ما يشكلوا، حأحكي عن تجربة 8 أمهات من منطقة الحفير أو بريف دمشق، لما شافوا في استفادة لأطفالهم تحملوا لهم سيارة صاروا يجيبون وياخذون بشكل يومي. في وعي عند بعض الامهات، يعني هي التجربه بتمنى تتعمم، ما ننتظر نحن ليجي السياره او الاوتوكار لياخذ ابني ويرجعه ويعمل، لان صراحه اذا عم ننتظر نحن هيك فالطفل عم بيضل مكانك راوح ما في تقدم. لذلك نحن عم نقدم داخل مراكزنا، العمل عم بيكون، الاهالي عم يتعاونوا معنا بعض منهم، في بدنا نحكي نحن استضافه اكبر حتى نحن اهم شيء نحن نوعي الاهل، يعني لما اليوم بعض الامهات يلاحظوا على طفلهم بمراحل تطوره الطبيعيه هي كثير مهمه، في كثير ناس تماماً بيكون عندها حالة نكران، يعني بتوصل لمرحلة متأخرة احنا بننصدم بعدين بننكر مشان خلص نتناسى الموضوع، فيعني حتى ممكن الأم ما تتقبل فكرة انه ابني عنده مشكلة، مع ذلك انه هو بيرفضوه من المدرسة، بيرفضوه من وجوده، يعني لسبب انه هو ابنك مثلا ما بيهدى، ما بيركز، ما بيكتب، ما المشكلات اللي يمكن اي ام تعاني منها، فهون طفلي بيكون بحاجة مركز تخصصي، بتجي الام لتشوف شو التشخيص تبعه، او نحن بنركض على فكره التشخيص تبعه، يعني ابني معوق ذهنيا، مو معوق ذهنيا، اضطراب يعالج لفتره معينه وان شاء الله بيرجع بي 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 يعني طفل طبيعي بيتخرج بيتابع بمراحله الدراسيه مع اقرانه، ما عندنا اي مشكله بيكون. نعم، بدنا نقول لكم يعطيكم الف عافيه، وان شاء الله دائما هي الفئات فعلا تكون لها حصه من وقت الجمعيات التطوعيه، لانه كثير مهمه تندمج بالمجتمع بشكل طبيعي. شكرا لك يا عقاب، ان شاء الله السنه الجديده هيك بتعملوا نشاطات اوسع بكل المناطق السوريه. شكرا.